عايزين نطمن برضو عن بدر بنون. بدر بنون، بدر بنون يا كابتن سيد، سمعنا فيه عرض من احد الانديه الخليجيه خلال الفتره السابقه، تقدم بيه للنادي الاهلي. حقيقه العرض ده ايه، والنادي الاهلي رايه ايه في العرض؟ بص، انت هتبقى دايما الرولز اللي موجوده عندك وانت عارفها كويس قوي يا اسامه، يعني انت بتعرض على المدير الفني ايا كان. انا ما جاتليش حاجه رسمي كمناقشه، كمناقشه بشكل رسمي جدا وكورق، ولا قاعده مع كابتن حسام غالي او كابتن خطيب او كابتن او امير او الراجل، يعني نتناقش في عروض، يعني ما تناقشناش او لجنه التخطيط، ما فيش مناقشه حصلت للعروض. لكن لما بيجي لك حاجه بتعرضها على المدير الفني، وبالتالي بتاخد رايه، احتياجك للفتره اللي جايه عامل ازاي للعيب دوت، وبناء عليه بناخد موافقه او رفض. تمام، فما فيش حاجه بشكل رسمي اتناقشنا فيها لبدر بنون. قد يكون في الثلاث اربع ايام اللي جايين حد تيجي او اليومين اللي جايين تيجي لعرض اللعيب، او يجي عرض اللعيب نعرضه على الراجل يوافق عليه او يرفضه، دي حاجه تخص يعني حسب احتياجاته. يعني موقف الاهلي بقى من كاس الرابطه خلال الفتره القادمه في بطوله كاس الرابطه، بطوله حديثه استحدث يعني الرابطه، رابطه كره القدم المصريه خلاص هتكون موجوده البطوله دي. موقف النادي الاهلي والمشاركه فيها كابتن سيد؟ برضه نفس الكلام، يعني بقى في قاعده مع المدير الفني ولجنه التخطيط، ونشوف الاخبار ايه، الافضليه ايه، الدنيا ماشيه ازاي. لكن احنا عندنا مجموعه لعيبه اكيد يعني ما شاركتش بشكل كبير في الفتره اللي فاتت. ايوه، محتاجين نشوف مثلا محمد محمود، محتاجين نشوف محمود وحيد، محتاجين نشوف كريم فؤاد، محتاجين نشوف صلاح محسن، بقاله فتره مش صغيره. يعني المشاركات يعني موجوده بشكل قليل شويه بحكم المنافسه وبحكم ضغطة المباريات. محتاجين نشوف حسام حسن وعمار حمدي، لعيبه كتيره يعني، مش علي لطفي طبعا وشوبير، مجموعه كلها اللي موجوده، حتى الناس الصغيره النصير وصالح نصر وزياد والمجموعه كلها. يعني ممكن تكون كاس الرابطه يعني فرصه كويسه جدا للعيبه اللي ما تشاركش انها تجهز من خلال البطوله دي. كلنا يا كابتن اسامه لعبنا ايه؟ كلنا بنلعب على حسب مواقف او على حسب يعني بطولات بيبقى فيها الدوليين مش موجودين ولا حاجه. بدايتنا كانت كده، يعني بدايتنا كانت كده، ظرف معين مثلا، يعني سواء كان يعني احتياج الفرقه ليك في عدد من المصابات اللي موجوده في الدوليين او الناس اللي بتلعب بشكل اساسي، او بطوله غايب فيها الدوليين، فبتلعب بتحط رجلك، بتاخد خطوه كويسه بتثبتها، بيبقى لك تواجد بعد كده. اعتقد ان كاس الرابطه اللي جاي ده هيبقى فرصه كبيره جدا للناس اللي ما بتشاركش بشكل كبير او الناس الصغيرين في الاسامي. تمام. موسيماني، بيرستاو، الجهاز المعاون، هل في فتره التوقف دلوقتي ممكن يسافروا جنوب افريقيا بعد توقف الطيران، ولا هيظلوا موجودين في مصر؟ لا، في مجموعه سافرت، يعني سافرت اول امبارح، سافروا خلاص. اول امبارح هو الراجل بس موجود لحد بكره، وبعدين هنرجع ان شاء الله الرحمن، يعني ممكن يبقى ميعاد قريب شويه، هنعمل اجتماع بكره بالزوم وهنشوف، ممكن يبقى في ميعاد سابق شويه كده بدري شويه، ان يبقى في مجموعه بتاخد راحه اللي هي واخده فتره مشاركه كبيره او نسبه مشاركه كبيره، تاخد فتره راحه. لكن ممكن في مجموعه تبقى قبلها بثلاث اربع ايام كده، هنشوف هنتناول مع الراجل يعني كيفيه التعامل معاه في المرحله اللي جايه.